هو بما أن نحكي على المحتوى الرقمي، ذكر بأنه في 2022 في الستينية كانت الجزائر أطلقت جزائر المجد اللي هي منصة رقمية تاريخية، مش عارف إلى هل نجحت، هل هنالك تقييم لهذه المنصة إن كانت حققت أهدافها أو لا. وكان هنالك تطبيق للهاتف النقال تاريخ الجزائر 1830-1962، زيادة على لعبة إلكترونية ثلاثية الأبعاد 3D بمواصفات عالمية، رغم أن الذكاء الاصطناعي يجب أيضا أن نحذر منه الخوارزميات، وأن الذكاء الاصطناعي يوجهك إلى المضمون الذي يريده فيزيف لك أمور قد لا تخطر على بال. يعني التكنولوجيا ليست إيجابية في المطلق دكتور دوم. خطير التعامل مع التكنولوجيا بشكلها المجرد، يعني لازم الإنسان يعرف موثوقية من يقرأ ولا من يسمع، ولكن توظيفها في صناعة التطبيقات يكون جيد. يعني هي تعطينا القالب اللي احنا نحطه فيه المحتوى، مثلا صناعة لعبة على الهاتف ولا على الكمبيوتر فيها أبطالها المتحركين بشكل ثلاثي الأبعاد، هم الثوار، هم مفجري الثورة، والأحداث فيها هي أحداث ضد المستعمر الفرنسي، اقتحام ثكنات وتفجير وربما تجربة في عالم افتراضي. تنتهي هذه اللعبة بالمناسبة برفع العلم الجزائري، فيها للشغوفين بالألعاب فيها متعة خاصة فيها الهوية الجزائرية، وبل مبرمجيها وصلوا حتى صنعوا صور المتحركين تماما مثل صور مفجري الثورة، يعني صحيح. تلعب بجسم الشهيد.